السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. النهاردة ان شاء الله رحلة جديدة في يوم جديد في فيديو جديد بمشيئة الله. لسه طالعين من نوى. النهاردة يعني يعتبر اول يوم عدل في بعد النوى. النهاردة الجمعة 11/2. صراحة انا عندي العيال في البيت تعبانين، يعني واخدين برد كلنا وكده، الحمد لله يعني ربنا عافينا. وزي ما انتم فاهمين مفيش صيف، فقلنا اسلم حل نعمل ايه؟ ناخدوا العيال ونيجي نقعدوا هنا في بوغاز رشيد قاعدة محترمة، معانا البوصة بتاعتنا وشوية الدوق، ونشوفوا رزقنا. لينا رزق خدناه، ملناش رزق يبقى دينا قاعدين القعدة الحلوة الطيبة دي، والربنا كريم. طبعا انا معايا هنا الست عالية. هي عالية، تعالي تعالي بتعملي ايه؟ والاخ يحيى والحاج يومي. فربنا كريم ان شاء الله. حبيت نمس عليكم بالفيديو الحلو دوت، تشوفوا القعدة الحلوة دي بحيث ان اللي حد عايز يجربها. ده يا جماعة كده زي ما انتم شايفين كده البحر، وده اخر فرع رشيد، دي ورشة مراكب، قعدة محترمة كده هي. انا كان معايا دود مملح دود نار، ما عرفتش، نزلت المعدية النهاردة ما لقيتش طعم خالص، فربنا كرمني والله. اخ يعني محترم كان قاعد بيصطاد جنبي، فعطيني شوية دود محترمين. لقيت مشرشه، وانا معايا مملح ومعايا شويه ايه جراجله. هنشوف هنستفتح، لو حسيت ان ممكن يدخل سمك هنصطاد شويه بالمشرشر، وممكن ننزل بالايه بالجراجله. الله كريم. طبعا الفيديو فيه سمك مفروض سمك هننزلوه، لان احنا طالعين نتسلم يعني، وانا حابب نعرض لكم الاجواء دي بما ان قناتنا منوعه البحر. ما تنسوش تدعمونا بلايك، اشتركوا عندنا في القناه لو اول مره تشوفونا في حياتي. عروسة حلوة يا جماعة. بلع. يا من انت كريم يا رب. صلاة النبي يا شباب. شفش والله حلو، الشفش ده جميل، ممكن كده فيه كبير كمان، حلو احلى شفشاي.
يا اخوانا، اظن مفيش احسن من كده قاعده الشاي والبوصه والبحر والهواء والعيال والدنيا حلوه. يومكم جميل بمشيئه الله، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا يا جماعه دي طعميه زفره اللي هو الجراجول، ماشي. انا شغال بصنار صغير عشان في سمك رفيع، بس الطعميه دي مستفزه جدا للقروس، يعني لو في سمكه قروس كبيره عدت عليها بس هتضربها ان شاء الله، ماشي. الطعميه ديت هي طبعا ده طعم بايت عندي في الثلاجه بقاله كتير يعني، بس هي الطعميه دايما بتبقى محتفظه بالزفاره بتاعتها، بتبقى عامله كده. المفروض ان انت بتحطها كلها في الصناره، بس انا عشان شغال بصنار صغير بنقطعها حتتين. التطعيمه هي هنجرب نضرب بيها ضربه، لو جات عليها حاجه هنقول لكم ان شاء الله. هنرمي رميه بيها. بنقعدوا مستنيين الايه؟ مستنيين الرزق بتاع ربنا في القعده الحلوه الجميله دي اللي عايزاكم كلكم والله. والله يا جماعه انا كنت ممكن ما نصورش فيديو النهارده، بس انا حابب نصور لكم الاجواء دي، لان انا بصراحه بنحس ان هي اجواء ممتعه جدا يعني. انا بقالي بتاع اسبوعين ما طلعتش اصطاد، واخر رحلتين ما كانوش موفق فيهم. فالواحد بمجرد ان هو جه هنا طلع على البحر بس ومسك البوصه، الامور اختلفت معاه خالص. على الله تكونوا مستمتعين معانا بالفيديو. هو صحيح احنا الغرض من الفيديو بتاعنا ان هو رحله مش صيد، بس ادينا برضو بنعيشكم معانا الاجواء. خليكم معانا. دي حته كمان نقطه على وش العيال اهي، نقطه محمله يعني. ربنا كريم. الله، عايزين خمسة نص كيلو، ماشي. هي دي فيها 100 جرام على عددنا. يا رب امي نفسها في خمس حتت نص كيلو. ربنا كريم، قادر ربنا يبعت. شفشاية برضه، شفشاية صغيرة برضه والله، حلو. شفشاية صغيرة، المية عمالة تقلب عشان بعض النوة، السمك بتاعها مش ثابت، إنها شفشاية.
بص يا جماعه، عايز ندي لكم كده بس مثال صغير عن موضوع الزياده والنقص للعلم بالشيء. يعني طبعا احنا هنا زي ما قلنا احنا فين، في ابو غاز رشيد، البحر اهوت كده قدامنا اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. طبعا احنا قلنا هنا ان الصيد هنا بيبقى مرتبط بحسه الزياده وحسه النقص، والصيد افضل بيبقى في وقت الزياده. طب انا دلوقتي في الوقت اللي انا فيه ده انا عايز نعرف احنا في نقص ولا زياده. مثلا انا بالصدفه انا شغال بفله، قلت نجرب هنا يعني، فانا هنرمي الفله بتاعتي كده اهي. بص يا جماعه الفله بتاعتي ماشيه ناحيه البحر، يبقى كده الميه بتاعت النيل رايحه فين؟ رايحه للبحر، دي حسه النقص. كان بس ايه ده مثال صغير لو انتوا عارفينه. الفله لو ماشيه العكس الجنب الثاني كده جنب البلد ده تبقى دي حصه الزياده، ودي بيبقى السوق فيها افضل يعني. طبعا احنا في كلا الاحوال احنا جايين نتسلى، فمش فارق معانا لا زياده ولا نقص. دي برضو قلت ايه معلومه على الماشي كده تبقوا عارفينها. والله كريمه يا شباب. وصلنا شباب لنهايه الرحله ونهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا انبسطتوا معانا. اجواء جميله يعني، انا حابب ان انتوا كلكم والله تجربوها. متنسوش طبعا يا جماعة اللي لسه معملش لايك يعمل لنا لايك دلوقتي لو وصلت للنقطة دي. وطبعا لو اول مرة تشوفنا اشترك عندنا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.